حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج، وصلنا معكم الى فقره المشي مع العرفج. المشي مع العرفج في هذا الاسبوع هو مميز وفريد وجميل واستثنائي. لماذا؟ لان الشخصيه اللي مشت مع العرفج هي شخصيه استثنائيه بكل المقاييس، الاستاذ القدير خالد الجريوي. ربما يعني عرف أو يعرف في كثير من الأماكن برجل الأعمال خالد الجريوي، لكن خلف رجل الأعمال هذا المثقف العميق خالد الجريوي، الأديب والشاعر خالد الجريوي أيضا، وهذه الصفات كلها تغلف بمستوى عالي وكبير ونبيل من الإنسانية لا يعرفه جيدا إلا من يعرف هذا الرجل. نتابع ماذا قال في المشي مع العرفج ونرجع لك. دائما انا محظوظ بالمشي يا جماعه. اليوم يمشي معي ابو ابراهيم رجل الاعمال المعروف خالد الجريوي. خالد حبيبي، الناس تعرف انك تمشي بس ما يعرفون كواليس المشي. انا ابغاك تقول لي كم كيلو تمشي كل يوم وطقوسك بالمشي. انا حقيقي صراحه من عشاق المشي. نعم، يعني انا اقدر اقول لك اني مثلا يوميا امشي الى 14 كيلو. ما شاء الله. نعم، 14 الى 16 الى 18 احيانا في الويكند. نعم. مقسوم على قسمين، امشي العصر طبعا مع الحر الحين صرت في احد المولات. نعم. لكن بالليل انا من عشاق المشي، وعندي طقوس معينه في المشي انه امشي لوحدي. يعني لا معك كتاب صوتي ولا المدام ولا حد. انا يا بودكاست اسمع صوتي. جميل. او اني انهي مكالماتي، انهي رسائلي، تغريدات التويتر اغلبها كلها انا امشي. لذلك انا اعاني من الم شوي في الرقبه من موضوع كتابه التغريدات هذه اللي نشرتها كثير. ما تشوف شر، لا بالله، ترى رقبتك هم من التغريدات، حافظ عليها. طيب، طال عمرك دائما رجال الاعمال اللي امثالك لما اقابلهم في المشي يكون في قرارات مهمه اتخذوها اثناء المشي، ايش ابرز قرار اتخذته وانت تمشي؟ اقول لك اغلب الاستحواذات اللي تمت شركات، يعني مجموعة نوفا، حقيقة أخذتها وأنا أمشي. طيب، مدارك؟ أنت أدري أنك أنت شركت مدارك. نعم، مدارك من ضمن القرارات اللي اتخذتها وأنا أمشي. والله جل حنا محظوظين. طيب ليه ما تمشي أكثر عشان تستحوذ على دور النشر الأخرى؟ إن شاء الله قريب بإذن الله. الله سعداء فيك يا أبو إبراهيم، سعداء، وإن شاء الله أنه دائما نمشي سوا. يا رب. مدام أنك 16 كيلو فأنت رفيقي، متى ما جت فرصة كلمني وتشرف. بس مو دليل، أنت قاعد تشجع الناس على المشي، وشوف وزنك زايد شوي. والله شوف، جيت أخفف وزني، أمي قالت لي الله يرحمها لا تخاف ما حد شايلك، فأنا قلت لا خل وزني زي ما هو. لكن استجابة لك أبشر يا أبو إبراهيم. صدقني في صراع مع الوالدة أنها تقول لي لازم تزود وزنك. بس كذا وزنك أنت؟ لا، في الهلال الآن نسجل بالراحة. ولا بغاك الاتحاد، لكنك انت هلال. يلا الله يحفظ. سعداء فيك طال عمرك. ثاني شيء ابد، سلام. الله يحفظك. مع السلامه. شكرا ثلاث مرات للأستاذ خالد الجريوي. المرة الأولى على قبوله دعوة أهل بالعرفج وقبوله للمشي، المرة الثانية يعني على رحابة صدره الدائمة في التجاوب معنا، والمرة الثالثة على كل ما قاله في هذا الفيديو وذكره. يعني المشي لكل هذه المسافات والله موضوع محفز جدا. أعتقد دكتور أنت يعني هذه من أهم حلقات المشي. صحيح. أنك تجد رجل مشاي بهذه بهذه الطريقة. شوف، أول شيء أنا مثلك أكرر الشكر. كيف تعرفت على أبو إبراهيم؟ والله تعرف أنا أشوف في تويتر الناس يحبون يرتوتون، فقلت أكيد ما دام الناس ترتوتوا وتحبوا أكيد إنه رجل طيب. فرسلت له على الخاص قلت له إيش رأيك ودنا نمشي، لأنه عندنا ضعف في موضوع رجال الأعمال المشي معهم. مشينا مع سمو الأمير الوليد بن طلال، وأعتقد خالد الشثري والحكير، وهذا الرابع، مع إنه كثير أدباء ولاعبين، فقلت نغطي الجانب. فلما كلمته رحب وقال لي ابدا يا احمد الله يحييك كذا. قلت له انا جاي لي طلب وبس. والله قلت له انا جاي اتعرف عليك لان اشوف الناس يعني يحبون تغريداتك ويدعمونك، فقلت اكيد انك رجل يعني محبوب. قال لي ابشر نمشي. والله فعلا مشينا. بعد ما مشينا اعطاني هديه بخور، قال لي غالي يا احمد ترى ذا غالي. انا بيني وبينك ماني بالبخور، انا عطورات فرنسا عندي احسن. الان مستحي ان شاء الله ما يسمعني الحين، والله ودي ابيع البخور. اطلع لي فيها 10,000 اروح احطها باسهم ارامكو ادعم الاقتصاد السعودي، احسن لي من بخور يطير بالهواء. والله هديه ابو ابراهيم لا تباع. ما تردي بس انا مستعان. ولا تباع. انا قلت اخذ قطعه وبيع الباقي. عموما ابو ابراهيم زي ما قلت انت، ابو ابراهيم
أنا يعجبني في قرب من أسرته. يعني أول ما سألته كيف حالك قال أنا عندي أحمد أولادي إبراهيم وفراس وعبد العزيز والمهندسة نوف والعنود. عجبني والله. أيضا لما شفته محاط بالكتب زي الجاحظ كتب قلت له اطيح عليك الكتب وإيش قصة؟ قال لي أنا شريت مدارك حقت حبيبنا وصديقنا المبدع تركي الدخين. فقلت هذا نعمة وخير وبركة، يعني أنه من يد نشيط ليد نشيط الحمد لله. واستمر في الكتب، أعطاني كتب وأعطيته كتب، انبسطت بلائحة الكتب وانبسطت أنه فعلا يمشي، وانبسطت أيضا أنه يروج. هو عنده ما شاء الله يروج للمشي من خلال أنه رجل أعمال، عنده مجموعة في الأسهم الأمريكية، الأسهم السعودية، عنده مجموعة أنشطة، عنده مجموعة استحواذ على شركات، عنده مطاعم. قال كل الأفكار دي يا أحمد جاتني وأنا أمشي. قلت أنا يكفيني منك هالتصريح، أبغى أعلم الشباب أنه فعلا المشي يولد الأفكار، لا يولد الأفكار ويطرد الطاقة السلبية. أهني أنفسنا على أبو براهيم. عظيم جدا. وأنا أكرر الشكر للأستاذ القدير خالد الجريوي، ونذهب إلى